بريطانيا كنعرفوا بانها كتعرف جنوب افريقيا مزيان اش كتسوى، وجنوب افريقيا كتعرف عاوتاني بريطانيا شكون هي. اذا جنوب افريقيا هاد التصرف اللي دارته فهي صرخه الم، لانه بالنسبه للمنهج ديال المغرب كانت كتحاول ومازال انها تخربق فيه الاستغلال وارتزاق وابتزاز الى غير ذلك بزاف ديال الحوايج. ولكن دائما اللي كيمارس الابتزاز ملي كيشوف بان هذاك المشكل قرب يتسوى ديما كيحس بانه النهايه قربت. علاش؟ لانه النفع ديال الانظمه الاستبداديه ديال العالم الثالث، النفع اللي كانت كتهاجر بالقضايا ديال الشعوب، القضايا ديال الشعوب تعرضت للارتجال. قلت لكم انا بالحرب البارده والسبعينات والثمانينات الى غير ذلك، بحال هاد المشاكل هذه كانت واحد العدد ديال الانظمه الفاسده والعدد ديال الزعماء الفاسدين اللي كانوا كيجعلوه مصدر ديال الارتزاق. علاش؟ لانه الامم اللي كيهمها السلم العالمي، الامم اللي كيهمها السلم العالمي انها ما كتنزعش نحو توسيع الدائره ديال اصحاب الحل. اللي كيقلب على الحلول السلميه دائما كيقلب على الاطراف تضيق، لان قد ما ضاق العدد ديال الاطراف قد ما سهل الحل. والامم اللي كتبغي تشد سلوكها هي اللي كتكبر العادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في البدايه بدا كنت كنطلب من الاخوان والاخوات المزيد من الدعم. علاش؟ لانه القناه كتعاني من مشكل ديال عدم الوصول. هذا المشكل هذا راه تراكم منذ حرب غزه، وظلت القناه كتعاني منه الى يومنا هذا، بمعنى انه ملي كننزل الفيديو فالنسبه ديال الوصول قليله جدا. وهذا طبعا كيقدر ياثر على الانسان، لانه كل فيديو نتوما كتعرفوا شحال المجهودات كتكون، خصوصا انه التسجيل ثم المونتاج ثم تيليشارجمون ثم مسائل تقنيه كلها كنقوم بها، يعني عبد ربي لوحدي طبعا معايا الله، وهذا عمل مرهق. اذا هذا المشكل ديال عدم الوصول كنتمنى من الاخوان والاخوات انهم يدعموا القناه من جديد. كاين اللي ما كيوصلوش الجرس يدير له الالغاء ويعاود يديره من جديد. كاين اللي ما كيوصلوش الفيديو يدير عدم الغي الاشتراك ويعاودوا من جديد، وهذا من شانه انه يسترجع النسبه ديال الوصول اللي كانت. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نتكلموا على المشكل اللي كاين دابا، وهو انه جنوب افريقيا كترتكب واحد العمل من اغرب ماكينه في الدبلوماسيه العالميه. جنوب افريقيا كيف كتعرفوا بانه ما كيجمعها بالمغرب غير البر والاحسان. حاليا تناصب المغرب العداء صباح مساء بحالها بحال الجزائر، والاغلبيه كيقولوا بانه اللي كيعز ليها بهذا الشيء وكيشجعها ويحرضها ومدخلها في هذا الموضوع هو طبعا النظام العسكري الجزائري. النظام العسكري الجزائري اللي خلال تقريبا الاسابيع القليله الماضيه فالتحركات ديالو خدات واحد المنعطف اخر خطير بزاف، وهذا غادي نعرفوه ربما في حلقه مقبله. حاليا غادي نتكلموا كيف قلنا بانه جنوب افريقيا الضغط اللي عليها والاحساس ديالها بالتقدم للمغرب، وملي كنقولوا التقدم للمغرب راه بزاف اللي ما كيبانلوش في الاول. علاش؟ لانه مثلا في الاشهر القليله الماضيه ولا في الاسابيع القليله الماضيه كنا بدينا كنسمعوا بانه ربما الدبلوماسيه المغربيه خاصها ما خاصها الى غير ذلك، ربما خاصها تزعزع يعني بعض المفاهيم، ربما سمعنا بزاف ديال الكلام. ولكن على المستوى على الاقل المتوسط كاين واحد المجموعه ديال التحركات اللي كاينه حاليا في افريقيا كتبين بانه ربما المغرب يعني في المسيره ديالو اللي غادي فيها ثابته، وماشي كلشي كيظهر. بالعكس، مثلا ملي كتكون مثلا التذبذب ديال النظام العسكري الجزائري ولا رسيبك ديالو، وملي كيستنجد كذلك في طرف اخر اللي هو جنوب افريقيا، وملي كتشوف مثلا جنوب افريقيا حتى هي داك الضغط ديالها وسميتو كيجعلها انها كترتكب اخطاء بحال دابا، هذا دليل بانه في الجوف ديال الملف كاين الصهد اللي كيقيس قوى اكبر من الجزائر. في هذه الحلقه غادي نتكلم لكم على اشنو دارت جنوب افريقيا، وهو انه ضغطات او لا جلبات او لا استدعات ديمستورا باش يزورها ويتصنت لها في قضيه ما كتعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وهو المشكل ديال الصحراء المغربيه. انا غادي نقول لكم انا وجه الغرابه، يعني كيفاش هذه الدخله اللي دخلت جنوب افريقيا بانه كان قرار غريب، والاستجابه ديال المبعوث الاممي ديمستورا كان اغرب،
والتبرير اللي عطاه ديمي الثورة كذلك كان غريب. وفي الاخير غادي نشرح لكم شنو هو الصهد الحقيقي اللي خلى جنوب افريقيا تقريبا كتخرج من داك الغموض ديالها اكثر واكثر. ملي تشوف الخصم اللي كيعاديك كيرتكب اخطاء ماشي هي هذيك غير مالوفه، فهذا دليل بانه راه كاين شي حاجه غير مالوفه كيعانيها منه. هذه دائما المناورات حنا كنعرفوها دائما على بالنسبه للصحراء المغربيه، كنعرفوا بانه النظام العسكري الجزائري هو اللي كان معروف بها. ولكن ملي تشوف بانه اطراف اخرى دخلات وارتكبت اخطاء، فعرف بانه راه داك الخطر ديال الفشل اللي كيحس به النظام العسكري الجزائري بانه راه دخل لواحد المرحله اخرى. كيف غادي نبين لكم حاليا الصهد اللي ضرب جنوب افريقيا تخلاها كدير هذا التصرف غير المبرر. فهي كتدعي بانها مثلا بانها نشات في الظروف ديال حقوق الشعوب في تقرير المصير الى غير ذلك، هي كتدعي بانها نشات على هذا الشيء وبان التربيه ديالها السياسيه هي اللي خلاتها انها كتعادي المغرب في الوحده الترابيه ديالو. ولكن الحقيقه لا، بزاف المفسرين وبزاف المحللين كيحلوا كيقول بانه جنوب افريقيا هذه المواقف هذه اللي كديرها فهي مواقف انسان يائس من الالتحاق باي ركب، والنتيجه ديال الانسان يائس من محاولات عديده ديال الابتزاز. على كل حال ندخلوا المشكل ديال ديمي الثورة هذا من يمشي لجنوب افريقيا. علاش؟ انتم كتعرفوا بانه كان اخر قرار اممي وهو انه دفن اخر قرار اممي اللي كيتعلق بالوحده الترابيه ديال المملكه. اخر قرار اممي هو اللي كان دفن داكشي ديال الاستفتاء وتقرير المصير الى غير ذلك، واعتمد بشكل رسمي من مجلس الامن الحكم الذاتي كاسلوب ديال فض النزاع. هذا هو اخر قرار المضمون ديالو. واخا هذا القرار هذا حدد شكون هو الوسيط الاممي اللي هو ديمي الثورة، وحدد له مع من يتكلم، وحدد له المهام، وحدد له الاطراف، حددهم بكل دقه. حدد ديمي الثورة وقال له غادي تمشي وغادي تجمع الاطراف المعنيه بهذه القضيه على اساس انه باش ينفذوا الحكم الذاتي بالطريقه اللي طرحها المغرب. وحدد له الاطراف: المغرب، الجزائر، بوليزاريو، وموريتانيا. اذا القرار الاممي دقيق واضح وبسيط، اربع الاطراف خصهم يريحوا حول الطاوله المستديره باش ينجحوا الحكم الذاتي كيف ما طرحوا المغرب. واخا المملكه جنوب افريقيا استدعت ديمي الثورة، قالت له ودي خصك تجي لعندي باش تصنت ليا على الملف ديال اولا النزاع ديال الصحراء المغربيه. حنا كنقولوا الصحراء المغربيه ولكن هو الصحراء الغربيه ماشي مشكل. ديمي الثورة استجب ومشى تقريبا في نهايه ديال الاسبوع الماضي. هذا التصرف هذا كان من اغرب ما كاينه في الدبلوماسيه العالميه، ولحد الساعه باقي كثير واحد مجموعه ديال علامات الاستفهام. وحاول ديمي الثورة ولا الناطق بسميته او شي حاجه حاول يبرر اشنو قال. قال ودي بانه المنتي الاممي في اطار المهمه ديالو عنده الحق يتصنت لمن ما بغى. هذيك عنده الحق يتصنت لمن ما بغى لانه هذه فكره غلطه. يتصنت لمن ما بغى الا كان ملف جنائي مثلا، انت كتحقق شي ملف جنائي ايه تصنت لمن ما بغى، الكبير الصغير اللي هنا اللي له، لانه كتقلب على الادله وكتقلب على اللي دارها وكتقلب على الشهود الى غير ذلك. ممكن انك دي بلاصه واحد ما يهضر معك، حتى واحد ما يقول لك فين غادي وكتخدم الخدمه ديالك، حتى واحد ما يقول لك، لانه الاساس هو انك كتوصل شكون اللي دارها. هذا الا كان ملف جنائي. ولكن الحاله هذه الا ملف سياسي، يعني ما عندكش الحق تنقص فين ما بغيتي لانه الملف سياسي. علاش؟ لان عاوتاني الا عندك الحق تمشي لجنوب افريقيا، روح لاخر يقول لك لا خصك تهبط لبوركينا فاسو، او لا يعيط له عاوتاني شي رئيس واحد اخر عاوتاني لغواتيمالا يقول لك خصك تجي باش تصنت ليا. وحنا كنعرفوا هاد العادات ديال الدول خصوصا المتخلفه، كثير من الزعماء ديالها وراه باقي كاين على كل حال، كثير من الزعماء ديالها اللي في الفتره ديال الستينات والسبعينات والثمانينات في مرحله الحرب البارده
كانوا أدمنوا وعدد حصة من الأنظمة السياسية، راه كانوا مدمنين على الارتزاق من القضايا اللي كيكون فيها نزاع على الصعيد الدولي. الطبقة هذه راه معروفة من المرحلة ديال الحرب الباردة، عطيني نعطيك ما عطيتينيش كذا نقدر نتقلب عليك إلى غير ذلك. إذا هاد ديميستولا هذا ملي عيطو جنوب إفريقيا مشى، ما عندوش الحق يمشي، كما أنه المنتظر الدولي كان خصو يتصدى لجنوب إفريقيا. علاش؟ لأنه الأسرى في محدة وانت كتستدعيك وتقول واجد تصنط ليا في واحد القضية لا تعنيك، بمعنى أنه النية ديال الارتزاق واضحة، وهذا دليل يعني في المنتظم الدولي، غير أنه دولة كتنفس ومعروفة بالعداء مثلا المغرب وكتنوض هي الوحيدة وكتقول لك أجي تصنط لي في ديك الملف اللي هو كذا، هذا رب بحد ذاته حجة ودليل على الأطراف اللي كتمنى أنه المشكل ما يتفكش. إذا حجة ضد جنوب إفريقيا. علاش؟ لأنه الأمم اللي كيهمها السلم العالمي، الأمم اللي كيهمها السلم العالمي أنها ما كتنزعش نحو توسيع الدائرة ديال أصحاب الحل. اللي كيقلب على الحلول السلمية دائما كيقلب على الأطراف تضيق، لأن قد ما ضاق العدد ديال الأطراف قد ما سهل الحل. والأمم اللي كتبغي تشربك السلوكه هي اللي كتكبر العدد. إذا هاد الناحية هذه احنا وضحناها بأنه جنوب إفريقيا فتحت راسها وما عندهاش الحق تطلب وتخشي راسها لا في العير ولا في النافير. الثانية ديميستورا ما خصوش يمشي، التبرير اللي عطاها غلط لأنه كيف قلنا بأنه الملف سياسي. الثانية الصلاحيات اللي حددها القانون الدولي في القرار الأممي صلاحية مضبوطة، قالوا له صحاب المشكين اللي يريحوا معك في الطابلة أربعة، المغرب والجزائر وبوليزاريو وموريتانيا، ما قالوش يعني أطراف عديدة، وحدد له حتى المهمة. المهمة وهو إنجاح الحكم الذاتي والتنفيذ ديالو والترجمة ديالو. اش عاد هاد جنوب أفريقيا ما غادا تقول؟ بمعنى أنه المنطقة هذه من الأخطاء الكارثية ديال ديميستورا. وربما سمعت عمر هلال راح احتج على هاد القضية وما خصهاش يدوز بهذه السهولة. الآن غادي نجي باش نقول شنو هو الحاجة اللي حرقات جنوب أفريقيا أكثر واللي نهار عمرها كتأثر عليها، ماشي غير جنوب أفريقيا فقط، فحتى النظام العسكري الجزائري وهذا الشيء اللي قاعد كيديروا. دابا بزاف كيقولوا بأنه جنوب أفريقيا كاين الإعاز ديال النظام العسكري الجزائري، كاين هذا الشيء كاين، ولكن النظام العسكري الجزائري بيدو ركن الإعاز ديال ناس آخرين. شنو هاد الناس؟ هادو اللي تحرموا والمناطق النفوذ ديالهم في دول الصحراء، المناطق النفوذ ديالهم كاملة، النيجر بوركينا فاسو تشاد ومالي، اللي كانت التحقت بالمبادرة الملكية ديال الأطلسي، هادو كلهم كانوا التحقوا، هادو كاملين، وهادو كاملين كانوا تابعين لفرنسا في المنطقة ديالها. يعني أنه فرنسا راها تعين النفوذ ديالها ملي تحرمت فرنسا، ملي تحرمت من النفوذ ديالها في إفريقيا، راه ماشي طلعت وصافي وضربت صحف سكتة واستفدت من الماضي أو لا ناوية تجدد الوسائل ديالها، لا. دائما فرنسا الاستعمارية ملي كتنصح من شي بلاصة كتبقى عساسة عليها باش تحافظ على بعض المواقع اللي منها تمارس عملية التخريب والهدم. هذه هي السياسة ديالها. السياسة ديال فرنسا ما عمرها كتقلع من شي بلاصة وتزيد وتقول لك الله يعاونك، بحال مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. بزاف ديال مثلا كنا شفنا في فيتنام وشفنا في الفلبين إلى غير ذلك، وشفنا كذلك في أفغانستان، عندها عادي أنها كتجيب طيارة ديالها وكتجمع الدبلوماسيين الولايات المتحدة الأمريكية ملي كتنهزهم في الحروب، عادي كتكشطهم كاملين كتجمعهم وكتجي الطائرة كتهزهم من السفارة أو من السطح ديال السفارة، والعالم كله كان كيضحك على الولايات المتحدة الأمريكية والجبانة، عندها عادي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كان بيكو توجد داكشي عاوتاني في مسائل أخرى. الاستعمار الفرنسي لا، يعني لا خرج من شي بلاصة خصو يدير لها الأرض المحروقة، جوج الحوايج، يا إما خصو يرجع ليها باش يزرع البلبالة وشي محاولات أخيرة أو محاولات أخرى ديال شي انقلابات، شي اضطراب، شي عدم استقرار إلى غير ذلك،
واما سياسه الارض المحروقه كتشوطها على كل شيء. اذا قلنا هادشي اللي كيواجه المغرب في الملف ديال الصحراء المغربيه، كاين الاعاز ديال النظام العسكري الجزائري لجنوب افريقيا، هذا موجود. والنظام العسكري الجزائري عاوتاني راه كاين اللي في الكتف ديالو قاعد كيدفع، شكون هما؟ طبعا كاينه فرنسا. وديك الروايه ديال ان النظام العسكري كيدابز مع ماكرون ولا يعني اللي كيحكم دابا في الإليزي في ماكرون بانهم كيدابزوا يتصالحوا، هذيك الروايه لا، هذيك راه ماشي نزاعات سياسيه ولا شي حاجه. الجزائر باقا معدوده بانها تابعه لفرنسا، وداكشي اللي كيوقع مجرد خلافات عائليه باش نكونوا واضحين. الان غادي نقول لكم انا الصهد اللي كيتحرك وساكس عليه النظام العسكري الجزائري وساكس عليه جنوب افريقيا. الصهد اللي كاين دابا وهو انه خلال تقريبا هاد الاسابيع القليله مره كنسمعوا اصوات فين؟ في بريطانيا. اخبار كتجي من بريطانيا، اخبار كتجي من بريطانيا بانهم كاينه في مجلس، عندهم في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كاينه نواب وفي مجلس الشيوخ عاوتاني عناصر في مجلس الشيوخ. منذ تقريبا شي شهرين ونص ولا ثلاثه، ومره كنسمعوا فيهم صوت كيقول كيطالب بريطانيا العظمى، كيطالبها بانها خاصها تنخرط في الموقف الايجابي ديال الحكم الذاتي كيف ما طرحوا المغرب. السياسيين الانجليز او البريطانيين بالاحرى كيطالبوا الحكومه ديالهم انها تخرج من هذا الانتظار، وبانها خاصها تاخذ واحد الموقف وتزيد القدام وتعلن على التأييد ديالها بنفس الطريقه الامريكيه. هاد الاصوات هادو ديال هاد السياسيين، الا كانوا مثلا غير سياسيين نقولوا غير سياسيين، ولكن مؤخرا كيطلع واحد الخبر اللي كيزيد ياكد هاد الظاهره، وكيبين بانه الرغبه ديال بريطانيا انها تاخذ هاد الخطوه بان راه اتجاه رسمي وبانه ربما قريب انه يتنفذ، هو مؤخرا انه خرج واحد التقرير صادر على المعهد الملكي الاكاديمي البريطاني. الخبر يقول بالضبط نقرا عليكم يعني جزء منه. نعم، جاء الخبر يعني الموجز يعني الخلاصه ديال الخبر باش ما نعطلكمش. نشر المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحده، وهو مؤسسه فكريه متخصصه في الدفاع والامن، يقع مقرها الرئيسي في لندن، ويعود تاريخ تاسيسها الى سنه 1831. نشر تقريرا يدعو الحكومه البريطانيه الى التعجيل باعلان دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السياده المغربيه، وهي الورقه التي اعدها السير سيمون مايل الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني ومستشار وزاره الدفاع لقضايا الشرق الاوسط. اذن هنايا الا بغينا نقولوا البنيه التحتيه لا السياسيه، كيف شفنا بانه كاين منتخبين برلمانيين وفي مجلس الشيوخ ينادون، ولا كذلك حتى البنيه الفكريه قاعده كتضغط من اجل التعجيل ان باش دخول بريطانيا حتى هي عضو مؤيد الحكم الذاتي كيف ما طرحوا المغرب. هذه القوه هذه راه قوه دوليه ما سهلاش، وبريطانيا كنعرفوها بان حليف كلاسيكي للولايات المتحده الامريكيه، يعني ان هذه القوى الكبيره هذه ملي كيدخل واحد من مر واحد على خط الاعتراف بالحل المغربي، هذا اشنو كيوضح؟ مناش كيخوف مثلا لا بالنسبه للنظام العسكري الجزائري ولا جنوب افريقيا، بانه الامر الواقع غدا فيه الدول الكبيره خصوصا الاعضاء ديال مجلس الامن. اذا واحد من الاعضاء ديال مجلس الامن ملي كيتبع نفس الطريق بمعنى انه حنا كنقربوا الامر الواقع. ديك القضيه ديال انه المنتظم الدولي وغدا الى غير ذلك، راه حنا كنقولوا راه دائما القوه هي اللي كتحكم، راه ملي كيتفاهموا الاعضاء الكبار على شي حاجه راه تكون راه الا ما تفاهموش عليها راه ما تكونش. بالنسبه للمغرب قاعد كيخدم باش يكمل النصاب ديالو، سواء بالطريقه اللي هي روتينيه عاديه، سواء ملي كياخذ التأييد ديال القوى العالميه في المنطقه. بريطانيا كنعرفوا بانها كتعرف جنوب افريقيا مزيان اش كتسوى، وجنوب افريقيا كتعرف عاوتاني بريطانيا شكون هي. اذا جنوب افريقيا هاد التصرف اللي دارته
فهي صرخة آلام، لأنه بالنسبة للملف ديال المغرب كانت كتحاول وما زال أنها تخربق فيه الاستغلال والارتزاق والابتزاز إلى غير ذلك بزاف ديال الحوايج. ولكن دائما اللي كيمارس الابتزاز ملي كيشوف بأن هذاك المشكل قرر له بيتسوى، ديما كيحس بأنه النهاية قربت. علاش؟ لأنه النفع ديال الأنظمة الاستبدادية ديال العالم الثالث، النفع اللي كانت كتاجر بالقضايا ديال الشعوب، القضايا ديال الشعوب تعرضت للتجار. قلت لكم انا في الحرب البارده والسبعينات والثمانينات الى غير ذلك، بحال هذه المشاكل هذه كانت واحد العدد ديال الانظمه الفاسده والعدد ديال الزعماء الفاسدين اللي كانوا كيجعلوا مصدر ديال الارتزاق، ياخذ من هنا ولهنا الى غير ذلك. وملي كيشوف المشكل قرب يتفك كيعرقلو. علاش؟ لان المصلحه ديالو هو في العرقله، المصلحه ديالو ما خصهاش يتفك. إذن هنا وصلنا للخلاصة. كنتمنى نكون عطيتكم الإخوان والأخوات أفكار مفيدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.